اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده سمك، يعني نخليها سمك. ولما نقول سمك يوم الاربع من كل اسبوع، وبنعيد الحلقه دي يوم الجمعه بعد الصلاه مباشره، يعني سمع هوس. النهارده معانا السمك له علاقه بالصياد. الصياد ده البطل بتاع البحر، بياخد اسبوع 10 ايام في قلب المركب، ياخد الرحله بتاعته ورزقه على الله، يرجع بشويه سمك وعايز ياكل في البحر. ياكل ايه؟ معاه النار بتاعته والسمك يطلعه من الميه ويطبخه، فيعمل الطريقه بتاعته اسمها سمك صياديه، على طريقه الصياد، بصل وطماطم وفلفل والحاجات الامكانيات بتاعته، مفيش جنبه سوبر ماركت هنا، هو والبحر والهواء. النهارده هنعمل البوري صياديه بطريقه بسيطه وسهله، ونشوف الفليفر والطعم بيجي ازاي بطريقه بسيطه، والسمك البوري خير مزارعنا بنصدره للدنيا كلها، نختارها ونشتريها ازاي. معانا سمك فيليه قشر بياض للمعترضين، دايما هتلاقوا في جو الاسره يقول لك يا ماما مش بياكل السمك فيه شوك كتير او الحسك يعني. النهارده هنعمل السمك الفيليه القشر بياض مشوي بالزبده والليمون، ونشوف نعمل ازاي الوايت صوص بتاع السي فود، الطعم الحلو ده اللي بنسيب السمك وناكله سواء مع رز او مع بسطه. عدل الاكل بتاعنا الجميل الحلو ده طبعا هنعمل ايس كريم ليمون. في حاجه مهمه جدا النهارده بقى نعملها، دايما الشيف المغازي بيطلع طبق الرز تابع، يعني بيطلع جاهز احنا ما عاملينه من قبل كده، ولكن النهارده هعمل شويه رز صياديه هيكسروا الدنيا. رز صياديه لما يدخل عليه الزبيب والسكر بالتاكيد هيكون طعمه مميز جدا، ونحرق له البصله كده وندلعها، واحنا ضد ان احنا نعمل رز صياديه بالسكر المكرمل او معجون الطماطم، كده بنأذي القولون بتاعنا ومعدتنا. تعالوا نشوفوا بعد الفاصل هنعمل الرز الصياديه ازاي على اصوله، مع سمك بوري صياديه، مع شويه سمك فيليه قشر بياض بالزبده والليمون للاطفال الحلوين اللي بيسمعوا كلام بابي ومامي. تعالوا مع بعض نعمل الرز الصياديه في نفس الطاسه يا مغازي. مش هعمل حاجه خالص، هي الطاسه اهي، والسر فين؟ في الطاسه. جزر، ما انا عندي بصل بيغلى على النار بيناديني. جزر حلو قوي، وعود الروزماري ده احطه في قلب الجزر. ده المطبخ، تقف رايقه وفايقه، كوبايه الشاي بتاعتك تشغلها عبد الحليم زي الشيف ما بيحب كده، وتسمعي مقادير الرز الصياديه على الشاشه. بصل، ثوم، جزر مبشور، معانا زبيب، بهاراتنا ملح وفلفل وكمون وزيت، مش هستخدم لا زبده ولا سمنه. ونحمر الجزر كده ونشوحه على النار، شويه الرز. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، هو ده. ونقلب الرز مع الجزر، بالشكل ده كده. التقليبه دي مهمه والله. سد الحنك دي انا عارفها، اصل سد الحنك دي بتطلق على الاكله اللي بتسد النفس، يعني بتقفل بقنا، بتقفل معدتنا، بتقفل نفسنا على الاكل، يعني نقول العصيده. التقليبه دي مهمه جدا. ممكن دقيق، ممكن عسل اسود، تحمر الدقيق تحط عليه سمنه وينزل عليه العسل الاسود، ممكن دقيق وتحط عليه سمنه وينزل عليه عسل نوعية تانية حسب ما انتوا حابين زهرة البرسيم. البعض بيحط عليها مكسرات، فول سوداني مجروش ينزل عليها، وعملناها لحضراتكم كذا مرة. شايفين الجو ده كده؟ اي نعم، حاضر اهو. عينيا عينيا هتشوف كل حاجة حلوة دلوقتي. الرز هنا جاهز زي الفل. التقليبة دي مهمة جدا، اللي بعمل نسيج ما بين الجزر والرز في قلب الحلة أو في قلب الطاسة اللي أنا عامل فيها الصيادية. بحط البهارات بتاعتي، شوية ملح، شوية فلفل صغيرين، شوية كمون، شوية بابريكا، معلقة كركم صغيرة في قلب الرز كده. الله، ده أساتذة أساتذة فرسان التلفزيون المصري. شايفين التقليبة دي كده؟ جوزي بيحب الفلفل الحار في قلب الرز يا شيف، أعمل له إيه؟ طبعًا تعمله اللي هو حبه كله. فلفل حار زي الفل، ينزل في قلب الرز كده، ده عنوان. عندي بقى هنا بقى السر، هنا بقى في الطاسه دي، وجبنا الخلاصه. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ فاكرين شويه شوربه بوكي جرنيه اللي انا خدت روس البوري
حطيتهم مع الكرفس وبصل في قلب الميه بيغلوا، هم دول على وش الرز. يا ويلي رؤوس السمك بتقول لك كل ده خلاص دوري انتهى. اه دورك انتهى، شاركت في الصياديه وشاركت في الرز. اه نركن دي على جنب وناخد البصل الحلو ده كده. يلا صلي على الحبيب قلبك يطيب. اه 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 لون البصل بتاعنا خير ارضنا. بيسالوني في الكنترول ليه حمرت البصل بقشره، عشان اخد اللون والجمال والحمار طبيعي، لا من غير سكر من غير معجون طماطم. اه اه واسيبه على النار يغلي، عشان لو الرز احتاج ميه ازود من نفس الميه، ما افصلوش بقى، ما اجيبش ميه بالبراد واحط، هي نفس الميه. اه اهي احط كده واحط شويه ميه يغلوا، احتمال وارد الرز يحتاج مني ميه. اه طيب ما احتاجش والميه دي بقت عندي، يا خديها صفيها وبرديها وشيلها في التلاجه جمديها، هتنفعك في حاجات كتيره قوي. اه الرز بيستوي على النار، نبص عليه نظرة الوداع عشان هاخد بعدين ونطلع فاصل. حلو قوي، نسيب السمك يتحمر كده على ما نشوف الرز اخباره ايه. اخبار الرز الصياديه نبص عليه، الزبيب على وش الرز، لازم الزبيب ينزل على الرز وهو سخن، والزبيب لازم يتنع في ميه بارده عادي، مش لازم لو انت مستعجله عليه واتفاجئتي بالمعلومه حط ميه مغليه او ميه سخنه بالشكل ده كده، واضرب تقليبه للرز الحلو ده كده. الله كلي بقى من الرز ده وادعي لي، هيقابلك جزر يديك سكريات، هيقابلك زبيب يديك عسل، هيقابلك شويه رز مصري معمولين صياديه مع بصلايه مصريه هيدوك شهد. الله ايه الحلاوه دي يا شيف. هناخد الرز ده كده نغرفه، اللهم صل على النبي في قلب السمكه الحلوه دي كده. يلا دلعنا يا فاروق. اه الف هنا وشفا للي ياكل. قرن الفلفل الحار ده عايزه على الوش؟ حاضر نخليه على الوش يا عم اشرف. اوبا اوبا جالي خبر دلوقتي زعلني، قال لي احنا 4 دقايق على الختام. طب اعمل ايه؟ اسيب الرز واجري؟ السمك في النار واجري؟ عنده ايس كريم بالليمون عايز اعمله، شكل كده هعمله يوم السبت ان شاء الله. واضح وصريح انا، والمصداقيه والشفافيه ده شعارنا على شاشه التلفزيون المصري. اه للامانه لازم نقول الحقيقه. انا عاد مش هفوت الماتيريال ولا الحلقه الا لما اقول المعلومه المطلوبه. اه الرز كده جاهز.